نداء لجميع الآباء، إذا خطبت البنت، إذا أراد الولد يدخل الجامعة، إذا خطبت للولد، أي أمر يريدونه، دائما يا بنتي يا ابني لا تقول نعم ولا تقول لا إلا بعد أن تستخير وتفوض الأمر إلى الله. الاستخارة توحيد، الاستخارة دين، الاستخارة كأنك تقول يا ربي هل هذا الأمر عواقبه خير أم أن عواقبه شر، مع أنك في بداية الأمر لربما تفرح، لكن إذا لم ينشرح صدرك فاحمد الله ولا تختر، وهذا من فقه الاختيار. الاستخارة لا تستخر إلا وقد افترقت الطرق، لا أن تكون قد سرت مع طريق ثم تقول استخرت، ها استخرت واخترت، لا أنت واختار الله، لا أنت اخترت قبل، لأنك عندما استخرت كانت النفس تميل إلى ذاك. ومن ما ذكره ابن القيم قال من فوائد قول الحق وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال أن هذه الآية تريح القلب من الأفكار المتعبة والاختيارات والتقديرات. إي والله يا شيخ، بعضنا عنده مكاتب استشارية، وهذا أمر استشارات نفسية واستشارات اجتماعية واستشارات اقتصادية، جميل يا أخي أن تستشير أهل الخبرة، لكن ما رأيك أن تفوض الأمر إلى الله؟ في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها، تريد أن تتزوج وش الناس كلهم يقولون هذا البيت هو أفضل البيوت، جميل هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله، عاقبة الأمر بيد الله. أما الظاهر كلنا نقول والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة مجيدة، هذا تخصص رائع، ما تدري ما تدري، الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته، واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر، والله أنا كسبان السنة ذي بس والله السنة الجاية مدري، المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن، ها والله المدير والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي، والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم والله يعلم.